معكم أكيد مستمعتنا الكريمات ودائما مع فقرتنا وأولى فقرتنا أنا قو جمال وضيفتي ربيعة دعنو. صباح الخير ربيعة. صباح النور. لاباس عليك؟ صحتك لاباس كلشي بخير؟ لاباس الله يطول عمرك مبروك العواشر. علينا وعليك بالصحة والعافية. كاين شي استعدادات لرمضان والعواشر؟ أكيد. شي سفوف شي شباكية شي ما خصش ضروري. مرحبا لالا ربيعة. مرحبا. الله يبارك فيك. وحنا كنعرفوا يعني من بعد رمضان غتبدا موجة الأعراس وكتعرفي العروس والاستعدادات حايرة شنو تلبس شنو تدير خاصة تبان أجمل وحدة في هذاك النهار. فأكيد هذاك النهار خاصو استعدادات كبيرة ومراحل وخطوات قبل. أكيد. نعم أكيد. نعم وحنا معك أكيد ربيعة غنتعرفوا معك على معطيات ومعلومات كثيرة كيفاش العروسة توجد نهار العرس ديالها إن شاء الله. عفوا. مرحبا. العرس قبل العرس خاصها تستعد على الأقل شهرين ثلاثة قبل العرس. نعم. بحال اللي كيقول المثل ديالنا المغربي العرس نهار العيد ما كيزيدش الثمن. كخاصها يعني الإنسان يستعد قبل. أييه. حتى إلا كان شي مشكل في البشرة كاين شي مشكل في الشعر كاين شي مشكل يعني في شي كحولية في يدي ولا في رجيلات ولا في هذا خاصها درك تعالجها. نعم. والعروس قبل كل شيء خاصها تبعد على الاضطرابات النفسية والعصبية كلها. نعم. لأن هذا الشيء كيتأثر على سلبا على البشرة ديالها وعلى ذاتها كلها. نعم. يمكن داك الستريس داك الضغط النفسي أكيد ممكن يعني يظهر لها بقع في الذات ممكن في الوجه ممكن يطيح لها الشعر أكيد. نعم. أكيد. نعم. ممكن يعني يخرجوا خويات في الشعر. أيه تمام. يخوى بصفة نهائية. وداك الشيء كله كيكون يعني السبب ديالو الضغط النفسي اللي كتكون عايشة اللي خاصها يعني تحاول ما أمكن تبعد على الاضطرابات النفسية اللي دارت غدار واللي ما دارتش تخليها يعني شوفي تهزها منين خفافت صافي داك الشيء اللي كاين. واخا نبداو معاك دوك الخطوات الأولى كيفاش منين غتبدا؟ نعم. أول شيء خاصها بعدا تعتني بالغذاء الصحي ديالها. نعم. لأن لا البشرة ولا الجمال ديالها يعني كيحتاج لواحد الغذاء لأن الجمال كيكون كيكون الدم نقي وكتكون الخلايا حية يعني كتغذى من المعادن والفيتامينات كتعطي النضارة للوجه أكيد وخصوصا فيتامينات حنا كنهضروا على فيتامينات الجمال. يعني احنا كنخصوا بالفيتامينات اللي خاصة بالجمال. نعم. والفيتامينات اللي خاصة بالجمال واللي خاصها العروس يعني أي عروس سواء كانت بقى قدامها مدة طويلة أو قصيرة تركز عليها الحبوب الكاملة. أيه. والبندق بالخصوص. أيه. واللوز. والنخالة الجهان على ذكر النخال تخصها أي سلطة درتها ترش عليها النخالة. مزيان مزيان. أي تفصيل ديال السلطة درتها يعني غادي تاكلو ترش عليها واحد شوية ديال النخالة. لأن وكذلك محتاجة لديك العنصر ديال البوتاسيوم واللي هو يعني عنصر من عناصر الجمال اللي ممكن تلقاه في الخص وفي الكرافس وفي الجزر. يعني وكذلك خاصة تأخذ البرتقال سواء أكل ولا عصير وتركز كذلك على أكل الخوخ والكاوكاو إلى أي الكاوكاو أي الكاوكاو والخوخ تقريبا بحلو بحال اللوز الكاوكاو إلى بغينا نستطينا يعني نفس المكونات والبلح لأن أو التمر لأن المصادر ديال الحديد المهمة اللي فيه واللي غنية بالأملاح والكالسيوم والمواد البروتين اللي فيه يعني مهمة جدا جدا للبشرة والجلد. يعني كتعطي واحد الجمالية خاصة. نعم. كذلك المشمش وهذه وقيته يعني موجودة كتطري الجلدة وما كتخليش داك الجفاف. وأكل الصبانخ والخضر يعني الخضر الورقية بصفة عامة. وكذلك الفاكهة كلها وتركز على أكل التفاح بالخصوص وحتى عصير ديال الحامض المخفف بشوية ديال الماء كي يضغطي لك كي يرطب الجلد. وكاينة واحد الكيمياء يعني خاصة العروس كديرها مرة في الأسبوع
يعني كتاخد كتنظف الجسم ديالها من الشوائب يعني اللي ممكن تاثر لها على البشره. هذا شيء خليط، هذا شيء كوكتيل اكيد غادي نعطيو كوكتيل اكيد. هاد الحميه هذه اللي مره في الاسبوع ممكن ديرها اي سيده بغات تحتفظ على جمال البشره ديالها وبغات يعني تاخر. نعم. احنا ما نقولوش غادي تحيد التجاعيد، لا، ولكن تاخر ظهور التجاعيد. نعم، لان التجاعيد غدار لا محاله. يعني عطينا هاد الوصفه السحريه. هاد الوصفه ان يعني الماء اللي خصها تاخذها مره في الاسبوع تبدا بالتفاح. كتكون حمية ديال التفاح، يعني كتاخد حتى 200-300 غرام ديال التفاح، كتعبرها وجهها جوج ولا ثلاثة ديال التفاحات. كتاخدهم يعني 5 مرات في اليوم. أيه. مع الخضر فقط، ومن الأحسن تكون طازجة. تركز على يعني ذاك اليوم هذاك اللي غدير فيه هاد الحمية باش تنظف الجسم ديالها من الشوائب. دير تاكل غير التفاح وترافقوا مع الخضر الطازج. الا بغينا نقولوا خيزو مثلا، الجزر، هذاك الجزر يعني اكيد، لان الجزر خاصها تاخذ منه عصير محلى بملعقه ديال العسل في اليوم كامل، يعني تاخذ زنجوج ديال ثلاثه ديال الكيسين على طول اليوم. نعم. يعني الا درت هذه الحميه هذه مره في الاسبوع قبل العرس ديالها مع واحد التنظيف كنت ديجا عطيته اللي كينظف الدات، بحال الا بغيتي تقول يعني. نعم. كتغسل الدات من الفم. نعم. يعني كينظف الدات بواحد الصوره هائله، وكيحيد داك السموم لا ديال الدواء ولا ديال الاكل اللي كناكلو ولا ديال كل شيء. نعم، تبارك الله عليك يا ربيعه. يعني بالاضافه لهاد الشيء اللي عطينا، كاينه واحد التنقيه اصلا كتاخذها العروس او حتى السيده بحال اللي قلت لك اللي باغا تحافظ على البشره ديالها، كتاخذ معلقه كبيره ديال البذور الشمندر او البربه. اييه. البذور ماشي البربه. البذور. الزريعه ديال البربه. اييه. كتاخذ معلقه كبيره ديال الزريعه ديال البربه، معلقه كبيره ديال النفع، معلقه كبيره ديال النعناع، غير ورقه النعناع. هادشي كيتغلى بحال اللي كنغليو اتاي. اييه. وكيتشرب كيتصفو كيتشرب 3 ديال المرات في اليوم. ولكن ملي تكون العروس او السيده كتعملها التنقيه ديال البشره، كخصها تبعد ما امكن على المقليات وعلى الدهون، يعني بصفة عامة. سواء كانت حيوانية ومن أكل اللحوم. نعم. حتى هي تبعد منها، يعني اليوم ديال التنقية تركز على الخضر. نعم، نرجع معك للنافع والنعناع وبذور الشمنطر. واش ملي تغليهم تشربهم في الصباح يعني قبل الفطور، ولا يعني شنو هو التوقيت؟ من الأحسن ديال الصباح، من الأحسن يتاخذ على الريق. على الريق قبل الفطور. كيكون فايتو، أيوا، كتكون فايتو كبيرة. نعم. وكتاخذ الكاس الثاني كذلك قبل الغداء، وكتاكل الكاس الثاني في الليل. نعم، يعني ثلاثة ديال الكيسان في النهار. ثلاثة ديال الكيسان في النهار. وملي تكون كدير التنقية، هاد التنقية سواء ديال الأكل التفاح وديال الخضر وداك الشيء، تبعد ما أمكن على أكل اللحوم على المقليات. نعم. يعني والدهون اللي بغينا نقولوا بصفة عامة، سواء كانت ديال لي باتيسخي أو ديال كيما بغات تكون الدهون، تبعد عليها. باش تكون نتيجة مرضية وتكون نتيجة جيدة. إلى التزمت يعني بعد النصائح. نعم. غادي تبان ليها واحد النتيجة رائعة. نعم. بلا ما تدير يعني تنظيف ديال الوجه ولا حتى شي حاجة، هي غادي تلاحظ أن وجهها تنقى. هي غادي تنقي من الداخل. نعم. غادي تنقي من الداخل، وإلا نقيتي الدات من الداخل كينعكس داك الشيء على البشرة، لأن الوجه هو مرآة الذات. أكيد، هو الواجهة، هو النفس هو القلب ديال الواحد. شكرا لك. أي حاجة كانت في الداخل كتبان على الوجه. شكرا لك ربيعة دعلون، غدا إن شاء الله غتوجدي لنا بعض كذلك أكيد إن شاء الله نبداو الأقنعة إن شاء أكيد الله. أكيد غادي نعطيو أقنعة، وغادي نعطيو كذلك غسول للذات، وغنعطيو ان شاء الله للعرايس حاجات كثيره ان شاء الله. ان شاء الله غدا موعدنا مع 9:15 باذن الله معك ربيعه دعنو. شكرا لك.